السلام عليكم طلابي المرحلة الثانية قسم الكهرباء جامعة ميسان، حيكم مرحب بكم ونكمل معكم حسابات الترانسفورمر مع الزت امبيدنس. أخذنا مسائل عن حالة اللا حمل وعند الحمل. الآن عند الحمل نحسب حساباتنا عند الحمل، ومع الأخذ بنظر الاعتبار المقاومات الموجودة في البرايمري والسكندري وكذلك الرياكتنس. فأول مسألة راح نحلها اليوم هي هاي قدامكم، محولة الترانسفورميشن ريشيو مالتها نعطيها على شكل فولتيات. فولتية البرايمري 4400 والسكندري 220، والقدرة الكلية اللي تتحمل هاي ترانسفورمر هي 50 كيلو فولت أمبير. الآر واحد هي 3.45، الآر اثنين هي 9000. الرياكتنس بالبرايمري 5.2 وبالسكندري 15 بالألف أوم. يريد هاي الترانسفورمر أحسب له الإيكوفالنت ريزيستنس as referred to primary، يعني هاي اللي كنا نسميها R 01 بالقوانين اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة، أو R 1 equivalent كيفك شو تريد تسميها تسميها، نفس الشيء نفس القوانين. فأنا أفضل إنه إذا تريد تمشي على المصدر تحل أمثلة فهي المعروف فيها هي R01 مثل ما جاي نشوف هنا جواب الحل. أما إذا تريد أنت يعني لسهولة الفهم أو حتى تتذكرها بعدين R1 equivalent تسميها كيفك، بالامتحان ماكو فرق. فالـ equivalent resistance referred to primary يعني قصده الـ R1 equivalent. شنو يعني R1 equivalent؟ يعني الطرف السكندري، يعني مقاومة السكندري والرياكتنس الموجودة بالسكندري تتحول إلى البرايمري وليس العكس. يعني عندي بالحسابات R1 زائد R2 داش هي عبارة عن الـ R equivalent. زين، هذا هو المطلب الأول. والمطلب الثاني الـ equivalent resistance as referred to secondary، يعني بالعكس عكس المطلب الأول، وهو يريد الـ R02 أو الـ R2 equivalent اللي هي عبارة عن مقاومة السكندري زائدا المقاومة اللي راح نحولها من البرايمري إلى السكندري اللي هي راح نسميها الـ R1 داش. الـ R1 داش. والمطلب الثالث يريد equivalent reactance as referred to both primary and secondary. المطلب الثالث يريد ال X01 أو X1 equivalent زائدا X2 equivalent، مو زائدا يعني أيضا يريد X2 equivalent. نفس قوانين الـ R قد ما تحولها من البرايمري إلى السكندري أو بالعكس. والمطلب الخامس يقول أو الرابع العفو يقول أريد الـ equivalent impedance as referred to both primary and secondary. وأيضا أخذنا بالمحاضرة السابقة كيفية حساب الـ equivalent impedance Z1 equivalent أو Z2 equivalent، وهي عبارة عن جمع اتجاهي للـ R والـ X equivalent. نعم، والمطلب الأخير يريد الـ CU losses الكلية لهاي المحولة باستخدام أولاً باستخدام individual resistance of two primary of two windings، يعني استخدم كل على حدة مقاومات على حدة. وثانيا يريد
استخدم الكوفيننت ريزيستنس از ريفيرد تو ايش سايد. نعم هسه ان شاء الله راح نشوف شلون راح نطلع السي او لوسز على حده. في البدايه حتى اطلع ريزيستنس لازم عندي فولتيه، لازم عندي اول شيء ار واحد وار اثنين، ولازم عندي شنو موجوده طبعا هي بالسؤال، ولازم ايش عندي؟ لازم عندي احتاج فقط الكي ريشيو حتى اطلع الار واحد ايكوفالنت. فنشوفون هنا شلون نحلها. الار واحد ايكوفالنت شو يساوي لنا؟ الار واحد موجوده بالسؤال وهي 3.45 مضبوط، زائدا الار 2 هي 9 بالالف نزلت، نعم مضبوط. شو يحتاج لي؟ يحتاج لي بس الكي، الار 2 على كي هي تصير ار 2 داش، هاي الكي اللي عندي اللي هي 1/20، 1/20 وهي حاصل قسمه الكي ال V2 على V1، V2 على V1، فال V2 أصغر من ال V1 وبالتالي راح تصير 1/20. طبعا مو على كي، على كي تربيع قلنا بالمحاضرة السابقة. ال R2 داش هي ال R2 أقسمها على الكي تربيع، إذا أريد أحول من السكندري للبرايمري أقسم. هاي ملاحظة تعلقونها بأذهانكم. أما إذا أريد أحول من المقاومة من البرايمري إلى السكندري فأضرب الـ R1 في الـ K تربيع، فأيضا أحتاج R2 موجودة عندي بالسؤال و R1 موجودة عندي بالسؤال، فقط الـ K تربيع الـ K تربيع أضربها في الـ R1 وأطلع شنو؟ ال R2 equivalent. نعم إذا ما احتاجينا بالمطلب الأول، والمطلب الثاني فقط ال K، ال K ratio اللي هي V2 على V1، أو إذا ينطيك مو شرط ينطيك V2 على V1، ممكن ينطيك N2 على N1 نفس الحل. المطلب الثالث اللي هو X1 equivalent أريد. الـ X1 equivalent هو عبارة عن X1 زائدا X2 داش، وبنفس الطريقة عندي كي تربيع وعندي X1 بالسؤال وعندي X2، والـ X2 equivalent هي عبارة عن الـ X2 زائدا X1 داش، فقلنا أيضا من أحول من الـ primary إلى secondary أضرب في الكي تربيع الكي الإكس واحد في الكي تربيع، وما عندي مشكلة كل النتائج تطلع لي، فقط أحتاج لهذين المطالب الثلاثة السهلة البسيطة، فقط أحتاج الكي ريشيو. المطلب الرابع هو جمع اتجاهي، قلنا الإمبيدنس هي جمع اتجاهي لي، طبعا مو تجمع لي الآر واحد زائد إكس واحد، دير بالكم هذا معناته انت جاي تطلع لي زد واحد اكوفلنت، زد واحد وليس زد واحد اكوفلنت. اما اذا تريد زد واحد اكوفلنت لازم هاي اكوفلنت الار والاكس ايضا اكوفلنت، ف وايضا تعود للبرايمري دير بالكم، يعني من اريد اطلع زد واحد اكوفلنت لازم اجمع ار واحد اكوفلنت واكس واحد اكوفلنت، لا تشتبه لي بالامتحان وتخلي لي مثلا ار 2 اكوفلنت، أو مثلا تخلي لي فقط R2 أو فقط R1، لا هاي equivalent أذني equivalent، هاي واحد أذني لازم واحد، يعني نفس الإشارة نفس الإشارة. فدير بالكم توخوا الدقة بالحل، هيج مسائل ممكن أنه على الرغم أنه بسيطة ممكن أنه تشتبه بالرموز. فالزات هي تحت الجذر قلنا ال R تربيع زائدا ال X تربيع، طبعا هذا اكو خطأ هنا، مو الكل تربيع، يعني هنا الاكس مو الكل تربيع انما فقط الاكس الربح
والآر أن ربحه، اثنيناتهم على حدة ربحهم، ومن ثم نجمعهم ونخليهم تحت الجذر مثل ما بالقانون اللي أخذناه فوق. هنشوفه، خاف مكتوب غلط يعني. هذا الصحيح، هذا الصحيح. زت واحد إيكوفيلنت تربيع، زت واحد إيكوفيلنت سوينا زت آر واحد إيكوفيلنت تربيع، زائد إكس واحد إيكوفيلنت تربيع، وليس الكل تربيع مثل ما اعتادينا أن نستخرج الزت بالجمع الاتجاهي لكل من آر و إكس. الحمد لله. نعم، فقلنا هاي مجرد خطأ مطبعي لأكس الأكس تربيع و على حدة، والآر تربيع على حدة. نجي إلى الزد تو إيكوفيلنت بنفس الطريقة، الآر تو إيكوفيلنت اللي إحنا طلعناها زائد الإكس تو إيكوفيلنت اللي إحنا طلعناها أيضا. نتيجة طلعناها 0.0176 أوم، صحيح، زائد الإكس تو إيكوفيلنت هي 0.028 تربيع. أيضا هاي التربيع تنزل ليست على الكل، إنما فقط على الإكس. العفو، انتقل من بعده. طلعنا زت واحد إيكوفيلنت وزت تو إيكوفيلنت. المطلب الخامس والأخير، هل أستطيع أن أجد السيولوسز الكلية عن طريق إيجاد اللوسز على حدة للبرايمري وللسكندري وأجمعهن؟ الجواب نعم أستطيع، إذا ضربت كل تيار في مقاومته. يعني السيولوسيس شو يساوي لنا؟ الآي واحد تربيع في الآر واحد، هاي طبعا وليست آر تو، خطأ مطبعي، زائدا دليل هاي آي واحد بما بالآر واحد، يا هي 3.45 هي الآر واحد المنطقة إياها بالسؤال 3.45، فالآي واحد مضروبة في الآر واحد زائدا الآي اثنين في الآر اثنين. الآي اثنين طبعا تربيع، آي واحد تربيع في الآر واحد، زائدا آي تو تربيع في الآر تو. الآي تو تربيع شلون أطلع؟ طبعا ما قلت لكم شلون أطلع الآي. هسه أنا أحتاج الآي بكل القوانين السابقة، أنا ما احتاجت الآي، فقط احتاجت كي لتحويل المقاومات من طرف إلى طرف. الآن أحتاج أنا الآي، شلون أضلعها؟ من خلال هذا القانون اللي هو يقول الآي واحد تساوي لنا الإس على الفي واحد، والآي اثنين الإس على الفي اثنين. طبعا هنا أنا قايل لك أفترض أنه الكفاءة 100%، يلا أقدر أسوي الآي تو، يعني الاس ادخال الكليه هي نفسها اس الاخراج الكليه، حتى استخدمها الاس مطنيها بالسؤال اللي هي عباره قلنا عن القدره الكليه اللي تتحملها هاي المحوله من حاصل ضرب فولتيه في تيار سواء على البرايمري ام على السكندري، هي تتحمل 50 كيلو فولت امبير. أما الـ I2 قلنا إذا فرضنا أنه القدرة الكلية للإدخال هي 50 ألف، فممكن أنه تكون القدرة الكلية للإخراج هي 50 ألف بدون أي خسائر فرضيا حتى نطلع شنو الـ I2. فمن تريد تحسب، من تريد تحسب الـ I1 تتحسب الخسائر لهذا المحول
الخسائر الفعلية الموجودة فهي عبارة عن الآي واحد قلنا تربيع في الآر واحد زائد آي اثنين في آي اثنين تربيع في الآر اثنين، هاي إذا حسبناها كلها على حدة آي واحد حاصل قسمة الأس على البي، الأس 50 ألف والفي 4400 يطلع الناتج 13.36 أمبير. الآي اثنين كذلك الأس على البي 50 ألف على 220، هاي أيضا خطأ مطبعي، هاي هنا سووها 220 وليس هذا الرقم الغريب. يصير التيار 227، تلاحظون أنه هي رافعة للتيار خافضة للفولتية، فالتيار مات السكندري هو 227 أربعة أضربه في المقاومة R2 فيطلع لي حاصل الضرب هو 910 واط. هاي المحولة تستهلك 910 واط. طبعا ذكرنا كلمة واط على اعتبار انه هنا القدرة كقدرة حقيقية تضرب حاصل ضرب التيار في المقاومة وليست قدرة ظاهرية. فالسيولوسيس هي إذا أقدر أطلعها بحاصل ضرب، أما الآي واحد في الآر واحد إكوبلت، آي واحد تربيع في الآر واحد إكوبلت أيضا تطلع لي نفس النتيجة اللي هي 910. يعني الـ I1 تربيع في الـ R1 equivalent، R1 equivalent عندي الـ I1 R4 راح يطلع لي نفس النتيجة. وأكيد السبب هنا أنه أني أضرب التيار في المقاومة الكلية للترانسفورمر عند الطرف البرايمري، يعني أنا محول السكندري للبرايمري، فرياضيا أني محول كل المقاومات للبرايمري، فشي طبيعي أنه أقدر أحسب السيولوسيس لهاي ترانسفورمر عن طريق حاصل ضرب مربع التيار في مقاومة في هذا الجزء. وبنفس الطريقة ولنفس التفسير أقدر أستخدم السيولوسيس فقط في جهة السكندري، أقدر أستخرج السيولوسيس لكل المحولات فقط لجزء السكندري إذا أني محول بالحساب المقاومة مالت البرايمري للسكندري بحيث أنه أضرب التيار تربيع 2 في الـ R 2 equivalent، فالتيار 2 عندي والـ R 2 equivalent أيضا عندي مستخرجها، كل النتائج طلعت لي نفس الحساب من خلال هذا. من خلال الفقرة الأخيرة استنتج هناك ثلاث طرق لحساب السيولوسيس قد تضطر في المسائل انه تحل احد هاي الطرق، اما تضطر يعني ما عندك مثلا خلينا نقول ما تقدر تطلع الار واحد اكوفلنت، اقدر اطلعها بس بهاي الطريقه الاولى، أو أقدر أطلعها بس بهذه الطريقة الثانية، أو أقدر أطلعها بس بهذه الطريقة الثالثة. هنالك ثلاث طرق، هذا هو استنتاجنا من هاي المسألة فقط. الفقرة الأخيرة بها استنتاج، والبقية هي عبارة عن مطالب اعتيادية لإيجاد الآر إكوفلنت والإكس إكوفلنت والزد إكوفلنت لأي طرف من الأطراف، ليست فيها فكرة غير انه احتاج لترانسفورميشن ريشيو لاحول مقاومه او رياكتنس او امبيدنس من طرف الى طرف اخر. السؤال الثاني اللي هو قدامكم، محوله منطيك، شوف حاليا منطيك ترانسفورميشن ريشيو، يعني لا هي عدد تيرنات ولا هي شنو فولتيه، نسبة تحويل البرايمري إلى السكندري كنسبة 10 إلى 1،
يعني شنو؟ عدد ترنات ماي برايمري 10، عدد ترنات 10 أضعاف شنو الترنات شنو البرايمري السكندري. البرايمري عدد ترناته 10 أضعاف السكندري، يعني شنو؟ 100% هاي المحولة شبيهة خافضة الفولتية ورافعة للتيار. فقلنا الريتد ريشيو، الريتد ريتد عفوا باور الداخله، الريتد باور الداخله لهاي المحوله هي 50 كيلو فولت امبير بفولتيت برايمري 2400 وفولتيت السكندري. حتى اذا ما يعطيك اياها انا عندي ترانسفورميشن ريشيو، فاكيد هي 1/10 من فولتيت البرايمري واللي هي 240 فولت. تعمل هذه المحولة بتردد 50 هرتز وتستعمل الستيب داون فولتج، حتى لو ما ذكرها استنتج هذا الاستنتاج. تستخدم هاي المحولة في نظام التوزيع. The low tension voltage فولتية الجهد اللو، يعني شنو هنا؟ يعني يتكلم عن السكندري، الطرف السكندري هو اللو فولتج، اما الهاي تنشن وين موجود؟ موجود ب جزء البرايمري اللي فولتيته 2400. فال ذا لو قلنا ذا لو تنشن فولتج is to be constant عند ال 240، ثابت عند ال 240. شي يريد؟ يريد load impedance المربوطة إلى load tension side اللي راح تؤدي إلى أن ال power factor لهذه الترانسفورمر هو عبارة عن 8/10 لاج. ف هنا يريد الامبيدنس الزد لي الزد تو، الزد تو هنا يريد الزد تو، و اللي تجعل شنو الباور فاكتور او 0.8. الحقيقة اللي عندنا نقدر نطلع من خلال ال Z تؤدي ال V2 وأدي ال I2، بالتالي ليش شلون أدي I2؟ أدي S2 مالت المحولة ال S الظاهرية، فأقدر أطلع I2. شلون؟ ال I2 هي عبارة عن ال S على ال V2 ويساوي لنا هلقد أمبير، هاي النسبة 125 على 3 امبير. تالي اقدر اطلع الزيت من خلال قسمة ال V2 على ال I2. نعم ال Z2 تساوي ان ال V2 على ال I2، وبالتالي انتهى المطلب. ال V2 هي 240، ال I2 هي هاي النسبة 625 على 3 وتساوي لنا 1.142 أوم. هاي بالنسبة للمطلب A. بالنسبة للمطلب B، What is the value of this impedance referred to high tension site؟ هاي الامبيدنس اللي طلعتها Z2 أريدك تحول لي إياها ل البرايمري وتجمع لي اياها مع زيت واحد. بالتالي هنا انا شو احتاج؟ احتاج What is the value of this impedance؟ يعني بس هاي الامبيدنس احولها شنو؟ احولها الى الهاي الهاي تنشن سايد، يعني ما اريد الزيت واحد equivalent، يحتاج الى الهاي الزد 2. اذا احولها الى برايمري ايش راح يصير؟ راح يصير زد
2 داش. زد 2 داش هي الزد 2 على الكي تربيع. الزد 2 1.142 والكي تربيع هي نسبة 1 إلى 10. إذا أريد أحول من السكندري للبرايمري أقسم هاي الملاحظة تظل. المطلب السي بالتالي طلع لي ما عندي أي مشكلة، بس أحتاج الكي ريشيو موجودة عندي. نعم هنا الكي ريشيو شو يساوي لنا؟ دير بالكم مو واحد، مو 10 إلى 1، لا 1 إلى 10، لأن هي كنسبة V2 على V1 أو نسبة N2 على N1. والسكندري المطلب الثالث يريد what is the value of current، ما هي قيمة التيار اللي تعود على الـ high tension side، قيمة التيار اللي تعود إلى التنشن سايد اللي هي الـ I2 من أحولها إلى الطرف الـ high tension إلى الـ primary، شو راح يصير؟ راح يصير I2 داش، والـ I2 داش تساوي لنا الـ K في الـ I2، الـ K في الـ I2 إذا تتذكرون هذا القانون. الـ I2 إذا بالسكندري أحولها على الـ primary، إذا أريد أحولها إلى primary أضرب في K وليس K تربيع، ديروا بالكم أضرب في الـ K، وبالتالي الـ I2 هنا الـ K اللي هي 1 على 10 مضروبة في الـ I2 اللي عندي أنا، هاي كنسبة 625/3 وتساوي لنا 20.83 أمبير، 20.83 أمبير. هذا فيما يخص السؤال الإكزامبل الثاني. يبقى عندكم هذين المسألتين، مسألتين ذني سوينا مقطع فيديو آخر، لأن هذا وصل على الانتهاء نشرح فيه بقية الإكزامبلات. والسلام عليكم ورحمة الله، أحصلكم إن شاء الله فيديو ثاني.